القيامة طبعاً أكدت أنه يسوع المسيح حي، أنه ابن الله، تعطي مصداقية شرعية لكل ما قاله، وهذا يؤكد أنه حي. أريد أن أقول في ختام هذه الفقرة إنه حي الآن، تستطيع أن تطلبه، هو موجود معك الآن، تستطيع أن تطلب منه أن يأتي إلى حياتك ويغيرك ويعطيك الحياة الأبدية. تعالوا معنا في الحلقة القادمة من سلسلة الأسبوع الذي غير التاريخ، حيث سنعرف الغرض الأساسي لصلب وقيامة يسوع المسيح.